الأجار ب150 ممكن المسرح والبيت والدنيا. ضاق العيش بهذه العائلة العراقية واشتد. تكالبت أمراض القلب والسكري والضغط على الأب وأنهكت قوه. أصبح عاطلا عن العمل. لتسع سنوات خلت كانت الأم العائلة الوحيدة للأسرة. اشتغلت بالبيوت، ما يعني أقول لك ما اشتغلت، اشتغلت يعني. الناس تقول ليش قاعدة هي، يعني اللي يشوفني صحتي زينة اشتغلي. اشتغلت فهسه لحد هسه عاني، بعد ما أقدر أشتغل يعني تعبت. تعيش هذه العائلة منذ أشهر عدة على مساعدات الأقارب والأصدقاء. الإعانة الحكومية غير كافية بالمرة. وماذا تفعل 300 دولار كل 3 أشهر؟ يتساءل الأب. ليش حصل على الملابس ما يجي يلبس هم بعد أشهر؟ دفع اليأس الأم إلى التفكير في بيع كليتها، لكن الفحوصات الطبية كانت سلبية. رح سويت تحاليل وأشعات وسونار على حساب أبيع الكلى، يعني هو قررت بعد، يعني فكرت هاي الفكرة اجت بالي وفكرتها خلاص يعني لازم أبيع الكلى وهاي هي. ليش أخاف؟ لأن أحسن من ما مديدي لو أمشي يعني بشي مو زين، أحسن من ما العالم تصدق علينا أو تعطف علينا فد شهر شهرين ما ساعدنا. تستهدف عصابات إجرامية الفقراء والبائسين في العراق بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية. تعرض تلك العصابات نحو 10,000 دولار للكلى الواحدة، وهو ما يجعل العراق مركزا جديدا للاتجار في الأعضاء البشرية في الشرق الأوسط. الوسطاء أو السماسرة كهذا الشخص المدان هم حلقة الربط بين البائع والمريض. تحدث إلينا في سجنه شريطة عدم الكشف عن هويته. المتبرع يريد يتبرع بكليته وما عنده ولي أمر، مثلاً أهله ما يعرفون بهذا الشيء. التاجر الدلال شو يسوي؟ يسوي له هوية، هوية أحوال مدنية. مثلاً يصير أخو المتبرع، أو يجيب له بنية يصير زوجته، هوية مزورة، شهادة جنسية مزورة. ويعرضوهم على الدكاترة والأطباء، طبعا راح يشوفون هذا مثل هذا الشخص. أنت أخو؟ أنا نعم أخو. أخوك راح يتبرع بهذا الكلية، أنت موافق على هذا الشيء؟ طبعا راح يقول أنا موافق على هذا الشيء. يغلظ القانون العقوبة إلى المؤبد بل والإعدام بالنسبة للوسطاء، ويشترط أن يكون المتبرع من أقارب المريض، ولا يعد الفقر سببا كافيا لتبرئة من يبيع كليته. لكن البائع بسبب العوز والحاجة ضحية في نظر المدافعين عن حقوق الإنسان. آخر 12 قضية تعاملت معها أني بشكل شخصي خلال 3 أشهر الماضية، 12 قضية بيع كلى، 12 شخص باعوا كلاهم كلهم لأنه لا يجدون ما يسدون به رمق العيش. يعني يا أب يصل إلى حالة أنه يجد أطفاله جوعا ولا يستطيعون الحصول على طعام، وماكو عمل وماكو يعني فرص عمل وماكو دعم. يتجنب المتاجرون بالكلى عادة المستشفيات الحكومية لإجراء عملية زرع الكلى بسبب الإجراءات الرقابية الصارمة. هنا في مستشفى بغداد التعليمي الحكومي تجرى 3 عمليات زراعة كلى أسبوعيا بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية. الأطباء على أي حال أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية، فهم ينقذون مريضاً بالفشل الكلوي من موت محقق. لا يوجد قانون في كل دول العالم يحمل المسؤولية المباشرة للطبيب، لأنه خارج الموضوع. إحنا ممكن يصير عندنا الشك، الشك هذا مو دليل، يعني أنا ما مسموح أن نترك المريض اللي عنده عجز كلى بدون زرع كلى. هو طبعاً نسبة الوفاة عالية جداً، ماكو مجال إلا للحياة، فما من حقنا ايضا نترك الميض يموت بحجه انه احنا عندنا شك. احنا ما متاكدين منه، مجرد شك. اكل لجنه في وزاره الصحه تتاكد من صحه المستمسكات، اما ما دام اكو حاجه هو القضاء عليه تماما يحتاج الى توعيه اجتماعيه. زراعه الكلى طوق نجاه لكثير من المرضى، وبالنسبه لكثير من الاصحاء بيع عضو من اعضائهم المخرج الوحيد من ضائقتهم الماليه المستعصيه. احمد ماهر، BBC، بغداد.